السلام عليكم. This is the first part of our project. احنا بنعمل سمارت روم. في البارت ده احنا بنسيميليت الناس وهم بيخشوا من الاوضه وهم بيخرجوا من الاوضه. Once ان حد دخل من الاوضه at least one يعني بناخد اكشن على الكهرباء اللي في البيت, مثلا ان احنا بنشغل مروحه, بنشغل التكييف, بنشغل الروم. احنا بنسيميليت ده على الاردوينو يوزنج لادز. حاولنا ان احنا نريليت اللادز بالسيجنال اللي بتطلع من الحاجه اللي مكان اللادز دي تروح للريلي وناتج عنها ان هي تشغل حاجه بقى اكتشن اوتبوت, تشغل مروحه فعلا وتشغل تكييف. بس حاولنا نعمل ده يوزنج ريليز, بس الريلي فرق في الشغل الحقيقه فما قدرناش ان احنا نستخدمه كويس. فزي ما انتم شايفين السيستم بتاعنا مكون من تو لايت سورسز, ام سوري, تو لايت سنسرز وون لايت سورس. كان المفروض ان احنا نعملها بتو لايت سنسرز وتو لايت سورسز عشان يبقى كل لايت سورس مركز على البوينت بتاعته من غير دايفرجن لللايت. بس الحقيقه ان احنا دورنا على ليزرز رخيصه بمبلغ بسيط بس ما لقيناش ده. فكل الليزرز اللي لقيناها كان المبلغ بتاعها غالي فما قدرناش ان احنا نجيبها. فعملنا سيميليشن يوزنج وان لايت سورس. كل اللي بيحصل بالظبط ان احنا بنستخدم الشادو اللي بيحصل ناتج عن البني ادم اللي بيعدي على اللايت سنسر بان الفاليو بتاعته بتديكريز. وانس ات ديكريزد فاللايت سنسر الاول مثلا لقط قبل اللايت سنسر الثاني, فعلى اساس ده باخد اكشن ان مثلا بني ادم دخل, ولو العكس بيبقى في بني ادم خرج زي ما هتشوفوا دلوقتي مع بعض. كده في بني ادم دخل الاوضه, كده في كمان واحد دخل الاوضه, كده في كمان واحد دخل الاوضه. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لو في حد خرج من الاوضه. كده في واحد خرج من الاوضه ومفيش حاجه اتغيرت, كده في كمان واحد خرج من الاوضه وبرده مفيش حاجه اتغيرت, كده ثلاث واحد خرج من الاوضه. وطبعا نتيجه للاكشن ده كل حاجه طفت يوزنج ذا سيميليشن بتاعت اللاتس. طيب دلوقتي البارت ده من البروجكت المفروض ان هو يعمل حاجتين, يتحكم في حاجتين. اول حاجه لما درجه الحراره تزيد هيفتح التكييف, ولما تقل يطفيه, ولما الجاز يكون مالي المكان او يكون فيه اختناق هيفتح الشباك, ولما الجو يبقى نظيف وكلير هيقفله تاني. ولكن المشكله ان احنا الجهاز اللي كان هيتحكم في الحاجات ديت اللي هو الريلي فرقع مننا, وهتشوفوا الحاجات دي في الكواليس يعني. فدلوقتي في هنا جاز سنسور وي تمبريتشر سنسور جوه, طبعا دي الاردوينو الميجا, وفي اتش بريدج عشان نتحكم في المواتير اللي هتفتح وتقفل الشباك. وهنستعمل بدل التكييف او المروحه اللمبه ديت, وبدل الالارم او السرينه اللي هتزمر اللمبه الخضراء الصغيره ديت. فدلوقتي ابعد كده بقى يا هشام, اطلع صور بقى الشباك وهو بيفتح. دلوقتي لما ده بخور, لما السنسور هيشم او يحس ان في جاز هتلاقي الشباك بيفتح لوحده. الشباك فتح. دلوقتي لما السنسور هيحس ان الجو بقى انضف الشباك هيقفل لوحده. دلوقتي الدكتور بقربه اهو, السير نورت والنزول اشتغل. هنا انا قفلت الباك لايت بتاع ال سي دي علشان نقدر نشوف درجه الحراره. هحط ايدي دلوقتي على السنسور بتاع التمبتشر, اول ما درجه الحراره تزيد عن 22 المروحه تشتغل اللي هي اللمبه اللي على الشمال. تمام. دلوقتي هسيبها تبرد شويه لحد درجه حراره 20, ساعتها المروحه هتطفي. وصلنا 19 هي فطرت. دلوقتي احنا بنحاول نساعد الهانديكاب ان هو وانس ان هو دخل من الباب او قرب على الباب من قبل ما هو ياخد
chance ان هو يدور على راسه ويدوس عليه، لا احنا بنساعده ان هو using a remote infrared receiver. هو هيدوس على زرار معين، once ان هو داس على الزرار ده الانفراريد ريسيفر والريسيف الداتا اوكي، وهيشغل مثلا جرس لمده 3 ثواني وهيطفي لوحده. طبعا احنا بنسيميليت ده برضه بلاتس عشان احنا كنا عايزين نسيميليت يعني فعلا جرس حقيقي يوزنج مثلا الريلي، بس طبعا زي ما قلنا الريلي فرع في وشنا. فزي ما انتم شايفين هنا وانس ان انا عندي ده الجرس الحقيقي ده اللي احنا كنا نفسنا نعمله بس اكشلي ما حصلش. فزي ما انتم شايفين محمد بيمثل الهانديكاب وماسك ريموت انفراريد تمام. وانس ان هو داس على زرار معين زي ما انتم شايفين دوس هنا، وانس ان هو داس على زرار معين اللاد نورت لمده 3 ثواني وطفت. دوس تاني يا محمد، نورت تاني 3 ثواني وطفت، تاني 3 ثواني وطفت. زي ما انتم شايفين لو محمد داس كذا مره والثلاث ثواني شغاله برضه هيدوس مره واحده تمام؟ جرب تاني. مرة واحدة وطفى، قعد 3 ثواني وطفى. ده كان البارت اللي بيساعد الهانديكاب في البروجكت. ده أول محاولة عشان نشغل الريلي، الريلي المفروض إن هو يشتغل كل 10 ثواني ويطفي 10 ثواني. فهو دلوقتي شغال. كمان شوية هيطفي لما اللمبة الحمراء تقفل. المفروض ان احنا لما نوصل هنا بقى ربنا يستر. رائع. المحاولة الأولى.